وبعد إعلان النتائج النهائية احتفى المواطنون بفوز مرشحيهم في الانتخابات النيابية والبلدية وممثليهم في المجلسين في محافظات المملكة الأربع وسط أجواء احتفالية كبيرة استمرت حتى ساعات الصباح تعبيرا عن فرحتهم بوصول مرشحي دوائرهم إلى المجلس النيابي والمجلس البلدي في جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة. وكانت الانتخابات قد شهدت مشاركة شعبية كبيرة عكست وجود وعي ملموس بالأهمية التي تلعبها المشاركة السياسية في الحياة العامة، خاصة فيما يتعلق باختيار ممثلي الشعب في كل من البرلمان والمجالس البلدية. كما تظهر المشاركة الشعبية الكثيفة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد دورهم الكبير في المسيرة التنموية الشاملة تحت قيادة جلالة الملك المفدى، وبما يعكس وجهات النظر المتنوعة في المجتمع البحريني. العينين مكانك القلوب فأنت لا تنسين.